مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شو اخباركم؟ شكرا للايكات والقدور والكلام الجميل. ما زلنا في هذا الشهر نتكلم عن الصدمات، ونيتنا لهذا الشهر تنظيف الصدمات، وعندنا خلفية الجوال يا جماعة عشان ذكرنا بنيتنا. اللي ما حط النية بليز ينضم معانا، واللي ما حط خلفية الجوال بليز يحط خلفية الجوال. أذكركم عندنا نظام الصدمة، وعندنا أبانوس برنامج التحرر من الصدمات، وعندنا برضو كورسات التنظيف اللي هي سول ديتوكس، الوعي الطفولي، التنفس والموسيقى التحولية. اليوم نبغى نتكلم عن الصدمات العاطفية، وبعدين راح ناخذ أسئلة. وبرضو أذكركم عندنا معرض الشارقة الدولي للكتاب بليز أصدقائي في الإمارات، اللي ما حضر يروح يصور لي. حبيبتي تقول شفت خيانة زوجي قبل 3 أيام، حبيبتي بسم الله عليك. الخلفية موجودة في حسابي على تويتر، مثبتة في حسابي على تويتر. طيب إيش نقصد بالصدمات العاطفية؟ أقصد بالصدمات العاطفية طبعا هي كل الصدمات تمس المشاعر وتمس العواطف بدون أدنى شك. إنه كل الصدمات اللي أنت راح تمر فيها في حياتك أو مرت فيها هي صدمات تمس المشاعر، لكن أبغى أخصص أكثر لما أقول الصدمات العاطفية، أقصد فيها الصدمات المرتبطة بالعلاقات العاطفية، الصدمات المرتبطة بالعلاقات العاطفية. مثلا على سبيل المثال ممكن تكون صدمة طلاق، ممكن تكون صدمة وفاة، ممكن تكون صدمة بلوك، كان تواصل معاي كان كذا بعدين سوى لي بلوك، ممكن تكون صدمة زعل هوشة، ممكن تكون صدمة خيانة، ممكن تكون صدمة ضرب وتعنيف، أي شكل من أشكال الصدمة اللي راح تكون بين طرفين عندهم علاقة عاطفية، أبغى أسميها صدمات عاطفية. أو ضبط صدمة الخيانة. هذه الصدمات اللي نقول عنها صدمات عاطفية، اصطلحنا عليها أنها صدمات عاطفية، لها رسالة. لما تحدث في حياتك في رسالة، في رسالة تقول لك أول شيء إنه العلاقة غلط. أحد رسائل، أحد أبرز رسائل الصدمات العاطفية علاقتك غلط. وخصوصا لما تكون الصدمة مرتبطة بانسحاب أو رفض من أحد الأطراف، يعني طلاق، بلوك، هالشكل من أشكال الصدمات هذه تقول لك إنه العلاقة غلط، العلاقة غلط، خلاص ما تنفع، ما تصلح. طبعا هل كل الاشخاص لما يصير هذا الموقف يفهمون يقول ايه اتس اوكي غلط، هاي علاقه لازم ننهيها ولازم؟ لا، في بعض الاشخاص يعلقون ما يستطيعون انهم ينهون العلاقه العاطفيه، يقول لك لا ابغى احاول لما يرجع بلوك، ابغى اقنع، ابغى انسحب، ابغى اغريه، ابغى اعطيها فلوس، ابغى اسوي شيء حركه كذا عشان يرجع، عشان كذا، عشان يسوي يوتيرن. فغالبية الناس لما تصير هذه الصدمة العاطفية ما يتقبلونها بشكل سريع، ويقولون لا، يقاومونها، يقولك لا ليش، لا خليه يرجع، لا أبغاه، لا خليه يسوي يوتير. بينما في رسالة مهمة من خلال هذه الصدمة تقول لك إنه العلاقة غلط، إنه العلاقة غلط، أو خلينا نقولها بطريقة أنسب، العلاقة غير مناسبة، العلاقة غير مناسبة، مش مناسبة هذه العلاقة.
مش صالح لك، فبالتالي لابد انه انت تتخذ قرار انك تتقبل هذا التغيير وتتقبل هذه الصدمة، تمر من خلالها، تؤلم، تزعج، مزعجة، لكنك تمر من خلالها وانت خلاص تقول انه الموضوع انتهى، هذه العلاقة غير صالحة، غير مناسبة. اقصد فيها انها ما تقدر تكمل معك اصلا، يعني في الصورة الكبيرة هي مش موجودة، ما تقدر تكمل معك، ما تقدر تروح مكان ثاني معك هذه العلاقة. طيب ايضا عندي رسالة رئيسية من رسائل الصدمات العاطفية لما تصير لك، اللي هي انه هذه العلاقة لم تعد تخدم رسالة الروح، هذه العلاقة لم تعد تخدم رسالة الروح، وكأنه تحضر هذه الصدمات عشان إما أنت أو الطرف الثاني يتخذ قرار ويبعد أو يبتعد عن هذه العلاقة. فلما توصل لمرحلة تحس أنه قد تكون هذه العلاقة تستنزف طاقتك، قد تكون تخرب خططك في الحياة، قد تكون تخرب تطورك، يصير فيها مثل هذه الصدمات. مرات الناس يفهمونها وكثير من الأحيان ما يفهمونها، كثير من الأحيان ما يفهمونها، أنه الروح ما عادت مستفيدة، هذه العلاقة ما عادت مفيدة للروح، وهذه اللي نعتبرها الرسالة العامة والخاتمة. لما تكون الصدمة تخدمك أكثر من العلاقة، لما تكون الصدمة تخدمك أكثر من العلاقة معناها الصدمة أنسب للصورة الكبيرة، الصدمة أنسب للصورة الكبيرة. خليني أقول لكم إيش الأثر المادي المحتمل، ما نبغى نقول المؤكد، المحتمل للصدمات العاطفية. أكثر شيء نحن نتوقع أنه يتضرر المنطقة هذه، طيب القلب وما جوارحه، لذلك ممكن نلقى تضرر في النفس، الرئتين، القلب، عضلة القلب، دقات القلب، أيضا ممكن الصدر. هذه الاحتمالية الأولى للتضرر في الصدمات العاطفية، لأنه في الغالب في العلاقات العاطفية أنت فتحت قلبك، فتحت هذه الطاقة وأرسلت واستقبلت، وخلنا نقول سمحت الجزء من الطرف الآخر إنه يكون هنا. فلما يصير الضرر ممكن بالدرجة الأولى يلحق بهذه المنطقة. الاحتمال الثاني إنه يلحق بمنطقة الظهر من الأسفل، بحيث انها مرتبطة زي ما نقول بالشخص اللي انت تستند عليه، مرتبطة بالشيء اللي يقوم عليه هيكلك العظمي ويعتمد عليه، ومرتبط ايضا بالعلاقة الجنسية. فايضا منطقة اسفل الظهر من الممكن انها يكون يعني ماديا، احنا نتكلم ماديا، من الممكن انها تتأثر. هذه هي أبرز الآثار المادية اللي ممكن إحنا نشوفها.